خلونا نروح لزميلنا وناقدنا الرياضي ايضا الاستاذ حمزه شتوي من المغرب، لان احنا الحقيقه سمعنا ان المغرب 15 حاله كورونا. 15. تقارير، بعض التقارير قالت هذا الكلام. عايزين بس نطمن على المنتخب المغربي. استاذ حمزه ازاي حضرتك يا فندم؟ وكل عام وانت بخير، يعني ان شاء الله سنه سعيده جديده وسعيده على الجميع. طمنا على المنتخب المغربي وعن صحه هذه التقارير. اهلا بك زميلي العزيز اكلام، واهلا بضيوفك الكرام وبكل مشاهدينا ومتابعينا. اكيد التقارير اليوم زميلي اسلام القادمه من الكاميرون تؤكد على انه هناك اصابات في صفوف المنتخب الوطني المغربي، في صفوف اللاعبين وكذلك في صفوف البعثه، اي الوفد المرافق للعناصر الوطنيه للكاميرون. لكن حتى الان التقارير يعني حسب الزملاء المتواجدين في الكاميرون والذين حضروا الحصه التدريبيه للمنتخب الوطني المغربي اليوم يؤكدون على انه ربما اصابتين ايجابيتين فقط هما الموجودين في صفوف المنتخب الوطني المغربي في الخط الهجومي. نتحدث عن اللاعب ايوب الكعبي ونتحدث كذلك عن متوسط الميدان برقوق. بالنسبه للحدادي لاعب اشبيليا، المدحه الاولى جاءت ايجابيه لكن المدحه الثانيه جاءت سلبيه. باقي التقارير التي تتحدث عن اصابه 15 شخص، حتى الان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم لم تخرج باي بلاغ رسمي يؤكد على انه هناك اصابات، لكن عموما التقارير تؤكد على انه هناك اصابات، منهم اصابتين ايجابيتين وحالتين مؤكدتين ربما في صفوف لاعبي المنتخب الوطني المغربي حسب الزملاء القريبين جدا من بعثه المنتخب الوطني المغربي هناك في الكاميرون. لا، لو جت على حالتين ما فيش مشكله، يعني طبعا نتمنى السلامه للجميع، ولكن بعد ما سمعنا 15 نسمع حالتين اعتقد ان ده يعني ارحم بكثير، يعني طبعاً ارحم بكثير يعني من ان احنا نسمع 15 لاعب. ولكن ايضا على سبيل الاصابات، هل بالفعل بدر بنون مصاب او اصيب اليوم في التمرين المنتخب المغربي؟ اكيد هو اولا انا قلت حالتين في صفوف اللاعبين، عن نتحدث عن اللاعبين، اما الوفد المرافق هناك حديث عن اصابه في الوفد المرافق، لكن لا اعتقد على انه هناك 15 حاله في اللاعبين. هناك اصابتين مؤكدتين، لانه اخوي اسلام انت تعلم وانت سيد العارفين أن الفرق ما بين التقارير الرسميه و يعني التقارير الاعلاميه التي تتضارب هنا وهناك. بالنسبه للاصابات، فعلا بدر بنون تعرض لاصابه لكن تبدو عموما على انها طفيفه. كذلك يوسف المصيري مهاجم نادي اشبيليا الاسباني لا زال يتدرب ويكتفي بتدريب انفراديه لانه راجع من الاصابه. عموما يعني نتحدث عن اصابتين بحاله كورونا، ونتحدث عن اصابه ربما طفيفه للمدافع بدر بانون وكذلك ليوسف المصيري. وهناك تقارير اخرى تؤكد على انه مايي المهاجم الشاب والواعد في صفوف المنتخب الوطني المغربي كذلك اصيب في الحصه التدريبيه ما قبل الاخيره بعد اصطدام مع احد زملائه في المنتخب. بكره مباراه صعبه جدا المنتخب المغربي امام المنتخب الغاني، مباراه ولقاء صعب جدا يا استاذ حمزه. اكيد اولا زميلي الاسلام نتمنى كل التوفيق للاسود الاطلس، والجميل اننا كعرب يعني هناك وحده كبيره. المغربي يتمنى التوفيق للفراعنه، والمصري يتمنى التوفيق لاسود الاطلس، وكذلك التونسي والجزائري، فنتمنى التوفيق للمنتخبات العربيه. المنتخب الوطني المغربي كما قال عميد الفريق غانم سيف في الندوه الصحفيه اليوم التي تطلق المباراه، مباراه صعبه امام البلاك ستارز الغاني. انا بالامس كنت مع الناخب الوطني السابق بادو الزاكي وكذلك رشيد الطوسي في دردشه مع هذين الاسمين الكبيرين، اكدوا كذلك على انه مباراه المغرب غانا ستكون مفتاح اسود الاطلس في البطوله، لانه الانتصار سيجعلنا نستفيد اكثر من الامكانيات اللي عندنا. اي نتيجه غير الانتصار ولا قدر الله الهزيمه قد تدخل اللاعبين في دهشه البدايه، وانت تعلم على انه دهشه البدايه ياما اسقطت منتخبات كبيره من مسابقات قاريه. لهذا نتمنى التركيز، كل التركيز على المنتخب الغاني، وان نتذكر على انه هذا المنتخب لديه اسماء شابه واسماء لديها الخبره والتجربه ويبقى من المنتخبات الكلاسيكيه، والامل كل الامل في الانتصار وتحقيق ثلاث نقاط ستعطي دفعه كبيره للاسود. شكرا صديقي العزيز الاستاذ حمزه شتوي زي ما حضراتكم عارفين من المغرب طبعا علشان يطمننا على المنتخب المغربي. اذا هي تقارير ليست صحيحه، اصابتين فقط مؤكدتين بكورونا، غير اصابه طفيفه جدا للنجم النادي الاهلي ونجم المنتخب المغربي بدر بنون، وبالتالي ارحم كتير جدا من كل التقارير الحقيقه اللي كنا بنسمعها النهارده طوال النهار على المنتخب المغربي. كل التوفيق طبعا للمنتخب المغربي بكره ان شاء الله امام المنتخب الغاني.